أرسل سندة وتعزية للجميع، جاي أصلي من كل قلب يا رب لأجل يومنا وعبادتنا وكل كنيسة مجتمعة باسمك نظيرنا، جاي أصلي عشان بلادنا بل وعشان كل المنطقة. تعالى بسلامك على كل بلادنا، أتضرع إليك يا رب توقف نزيف الدماء، أتضرع إليك سلامك يسود على البلاد، عقل القيادات، عقل الرؤساء، عقل اللي في كل اللي في منصب يا سيدنا الرب، حتى نعيش حياة هادئة مطمئنة في كل تقوى ووقار. بصلي في اسم يسوع لأجل رئيسنا، تديله حكمة في كل موقف وفي كل قرار. أصلي عشان وقت التسبيح، الخدمة، التقدم للمائدة، سود على يومنا، خد المشهد بالكامل، ليك كل الإكرام وكل المجد. آمين آمين. أدي أشكر ربنا جدا علشان وجود أخويا وصديقي الغالي الموهوب أخويا إسحاق، بجد نشكر ربنا علشانك جدا يا إسحاق، ربنا يباركك ويحميك ويستخدمك، وفرحان جدا جدا وعندي يقين أن يوم مبارك ويوم مجيد. مستحق كل المجد يا يسوع، مستحق كل المجد يا يسوع، كل ركبة تسجد لي واللسان يعترف بي، مستحق كل المجد يا يسوع. كما مرادير المجرب مستحق كل المجد يا يسوع، مستحق كل المجد يا يسوع، كل ركبة تسجد لي واللسان يعترف بي، مستحق كل المجد يا يسوع. لما نيجي لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، كل عالي ينحني كل مهدوم يتبني، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع. خلي حضورك يملى عنينا، خلي حضورك يملى عنينا يا يسوع، خلي حضورك يملى عنينا، حضورك يملى عنينا، نتغير وعنينا تشوف مجدك بوجه مكشوف، خلي حضورك يملى عنينا يا أتغير وعني تشوف، أتغير وعني تشوف، مجدك بوجه مكشوف، خلي حضورك يملى عناي يا يسوع. واحدة سألت وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، اعلن أشواقك. واحدة سألت وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، لكي أتفرس في جمال وجهك، لكي أشبع من دسم بيتك، لكي أتفرس في جمال وجهك، لكي أشبع من دسم بيتك. أنت من تحبه نفسي، أنت من تحبه نفسي، أنت من تحبه نفسي يا يسوع، أنت من تحبه نفسي،
أنت من تحبه نفسي، أنت من تحبه نفسي يا يسوع، لكي أتفرس في جمال وجهك، لكي أشبع من دسم بيتك، لكي أتفرس في جمال، لكي أشبع من دسم بيتك. أنت من تحبه نفسي، أنت من تحبه نفسي، أنت من تحبه نفسي يا يسوع، أنت من تحبه نفسي، أنت من تحبه نفسي، أنت من تحبه نفسي يا يسوع. كل اللي أنا محتاجه هو أنت، كل شهوة قلبي هي أنت، كل اللي أنا محتاجه هو أنت، كل شهوة قلبي هي أنت، كل نبضة قلبي فيك أنت، كل لحظة في عمري لك. يلا اعلن احتياجك كلنا مع بعض، اعلن كل اللي انا محتاجه هو انت، كل شهوة قلبي هي انت، كل اللي انا محتاجه هو انت، كل شهوة قلبي هي انت، ضف قلبي فيك انت، كل لحظه في عمري لك انت. يلا اعلن عن حبك لسيد الرب، بحبك بهدي لك كل قلبي، بحبك بهدي لك كل عمري، بحبك 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 يا يسوع، بحبك بتغير كل قلبي، بحبك بتغير من طبيعتي، بحبك 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 يسوع. كل اللي أنا محتاجه هو أنت، قول للسيد الرب، كل شهوة قلبي هي أنت، كل اللي أنا محتاجه هو أنت، كل شهوة قلبي هي أنت، هللويا. مش كده الترنيمة اللي جاية بتقول خدني بقرب قلبك؟ هو ده المكان الحقيقي اللي تختبر فيه حضور الله، همسات الله، وعود الله، إعلانات الله. آمين. انتوا معايا؟ صباح الخير الأول، ما قلتلكمش في الأول صباح الخير. احنا جينا الكنيسة وموجودين في محضر الله، وقررنا ان احنا النهاردة هنقدم له ذبيحة نشبع قلبه. قولوا أمين. نقدمها له بكل فرح، بكل القلب، بإدراك أنه يستحق التسبيح والهداف. أمين. يلا مع بعض. خدني بقرب قلبك فأعيش
أعبدك. أنت مستحق يا سيد. خذني بقرب قلبك فأعبدك بقرب قلبك. خذني بقرب قلبك فأعبدك. خذني بقرب قلبك فأعبدك. هللويا. تعالوا احنا واقفين مع بعض نتجنب الكلمه دي. قادر تقف اقف، مش قادر خليك قاعد، لكن كلنا نرنم لا مثل لك بين الالهه تيرى. في زيك، في زيك، في حنانك، في محبتك، في رعايتك، في امانك، في زي رب. ها، عشان كده الرب نوري وخلاصي. قولوا معي الرب نوري، ممن اخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن ارتعب؟ لو قالها كده بس نقول ده رايق، ما عندوش. لا، اذا قال ايه؟ نزل عليا جيش. هو نزل عليه جيش داود كتير. نزل عليا جيش لا يخاف قلبي، ان قامت عليا ففي ذلك انا مطمئن. لما نكمل المزمور يقول لك لانه واحده سالته. هو كان في حضور الله فكان مطمن. احلى ما كانت تطمن في حضور الله. امين. لا مثل لك بين الآلهة يا رب. هللويا. ولا مثل عملك كمان مرة. لا مثل لك بين الآلهة يا رب. عظيم أنت.
إنك عظيم عظيم أنت وصانع عجائب عجائب أنت الله أنت الله وحدك لا مثل لك هاليلويا بين الآلهات يا رب لأنك عظيم عظيم أنت وصانع عجائب عجائب لأنك عظيم عظيم أنت وصانع عجائب عجائب أنت الله أنت الله أنت الله وحدك لا مثل لك نعلي مجده في كل الأرض يسوع له كل المال مجده مجده لرب الأرباب هللويا يسوع له كل المال هيا نفرح بحنا يدم يعني النصرنا فيه واليوم مجيء نقول شعب اللي مستنيه ومعايمك في سماء نفضل قلبي بيهتف قلبي بيهتف للي فلان دم على الصليب روحي وعقلي وينساني عظم أجل حبيب بسجود وحمد وعود أمجد اسم وأعلي وفي زمان الغربة قلبي رنم هاليلويا رنوا معايا شعب الرب يعني النصرنا فيه واليوم مجيء نكون شعب اللي مستنيه ومعاينك في سماء نفضل نرنم ليه وسط الحرب ووقت الضيق برفع قلبي ليه وعدو يثبت فيا إيمان خليني أهدف ليه دي قيود سجون وجيوش حروب نكسرها بالتسبيح لما بيعلى ودائما مجدا للمسيح مجدوا معايا شعب الرب تعالوا نرنم هاليلويا يعني نصرنا فيه واليوم مجيء نكون شعب اللي مستنيه ومعايا في سماء نفضل مجد الرب مجد الرب في وسط كنيسته بنعلنه بالتسبيح وبأصوات الحمد بنتعلو اسم المسيح رافعين صليب الرب ده احنا بدمه مجدين غالبين جنود الشر اسمه دايما منتصرين غنوا معايا شعب الرب هالهدف تسبح نيدم يعني النصرنا فيه واليوم مجيء نكون شعب اللي مستنيه ومعايلك في سماء نفضل نرنم ليه هاليلويا مش كده كاتب المزمور بيقول الرب راعي فلا يعوزني شيء مش كده تريمة جالها قولوا مع بعض ربي راعي وسلامي
واللي كانوا بيرنموا الترنيمة اللي فاتت واليوم مجيء نكون شعبه اللي مستنيه مش بالهم، مستنيه مش انه وشي مقلدم، مستنيه مش وشي مكشر وشايل الشيله، مستنيه وانا بسبحه لانه هو راعي الخراف العظيم. قول معايا راعي، لانه صدقه النهارده ماله، قولوا معايا راعي الخراف العظيم، يعني ما فيش زيه. تعالوا نرنم له كمان الكلمات دي ويتملي قلبنا بالايمان واحنا بنقول كلمات الرب. ربي راعي وسلامي، عمري ما احتاج لي سواك، في الجذور هو طعامي، في العطش نبع المياه، وان بوادي الموت مشيت لاخاك وانا معاك، خيري فيه مضمون وكافي كل ايام الحياه. تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز، تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز. اسمه برج حصين وآمن للي يلجا لي حين، هاليلويا، واللي من قلبه يآمن يلقى في رب النجاة. ده الظلام انزل وغطى على الأراضي والبشر، صبر. يلا مع بعض، قال لي ما تخافش دخولك وفي خروجك من الخطر، أسطورك بالريح وإيدي والمظلة في المطر، تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز، تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز. يمتلي الفم مديحه وافتخر طول عمري بيه، ليه؟ من هداني للمراعي، من حملني على من كبير، لعوز للي ندوله تاكلوا عليه، للأسود بالجوع ولكن يشبع الناظرين إليه، قال لي ما تخافش دخولك وفي خروجك من الخطر، فاستر عني ومظلة في المطر، تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز، تختبر في كل يوم إنك على قلبي. يمتلي الفم المديح، يلا مع بعض، يمتلي الفم المديح وافتخر طول عمري، افتخر بي، من هداني للمراعي، حملني على من كبير، لا عوز للي ندوله للي تاكلوا عليه، الأسود بالجوع ولكن يشبع الناظرين إليه، قال لي ما تخافش بدخولك وخروجك من الخطر، تختبر في كل يوم إنك على
بتسمع طول اليوم وانت قاعد قدام التلفزيون وانت ماسك الموبايل على السوشيال ميديا اكثر الاخبار مزعجه، ولما تيجي تقابل واحد منزعج يكب عليك انزعاجه معايا. فخلي بالك لما يترمي عليك انزعاج قول الكلمة دي: قال لي ما تخافش في دخولك، اعلنها من قلبك. أصبر كل ما ضل، يلا سمعوا اللي بيشوفونا. قال لي ما تخافش، نعم، وفي خروجك من الخطر أسطورك من الريح وإيدي، كن مظلة في المطر تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز، تختبر في كل يوم إنك على عايزك تقول الكلمات اللي جاية ديت لكل صوت بيهزك من جوه، لكل كلمات سلبية تحطمك، لكل أخبار تخليك تشعر باليأس وعدم الرجاء. قول الكلمة دي: كذبوا من قالوا إني وحيد في الأرض دون سني، من هزأوا من إيماني برب المجيد، كذبوا من زيفوا الكلمات واستسلموا للذات، وأشاعوا أن الله بعيد بعيد كما السماوات، كذبوا الله يرعاني كما يرعى الأب الأطفال، الله يحميني إذا ساءت بي الأحوال، الله يرعاني، الله يرعاني كما يرعى الأب الأطفال، هاليلويا، الله يحميني حاجة طمن طبعا
فرقوني الأعوان، وإذا كنتم شايفيني وحدي أنا مش وحدي، ده اللي معايا اللي معايا اللي معايا سيد الأكوان. ما تقولش كتيرة وقليلة، لا تعجب من يد وسيلة، ما تقولش كتيرة وقليلة، لا تعجب من يد وسيلة. شايل شايل كان الكون كله وعالم أفضل، ما تقولش كتيرة ما تقولش كتيرة وقليلة، لا تعجب من يد وسيلة، ما تقولش كتيرة وقليلة، لا تعجب من يد وسيلة. شايل أركان الكون كله وعارفها في أصغر تفصيلة، مش حاجة طمن والجاي متأمن، طبعا طبعا متأمن، مش حاجة طمن، طبعا طبعا متطمن، والجاي متأمن، طبعا طبعا متأمن. يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان، وإزاي أحزن لو فرقوا للأعوان؟ يبقى أنا كيف أتوكل على إنسان، وإزاي أحزن لو فرقوني الأعوان؟ وإذا كنتم شايفيني وحدي أنا مش وحدي، اللي معايا سيد الأكون. اسمع من كل معايا، سيد الأكون. كمان مرة مع بعض قول معايا، اللي معايا سيد الأكوان. آخر تريمة هرنمها مع بعض، ما ينفعش واحنا بنتكلم في الموضوع ده او برنم في الحته اللي فيها طمانينه ما نقولش ترنيمه الله قوه لنا وحمانا. طبعا دي ترنيمه أنزيمة انا بحبها قوي، بس على ما تطلعها لنا اختنا، فاكر مره زمان سيد سعيد هو في السماء دلوقتي سال سؤال للشعب في الكنيسه، انا كنت موجود، قال لهم مين فيكم نفسه تحصل معاه معجزه؟ فكل الناس عملت ايه؟ رفعت ايديها. قال لهم انتوا عارفين المعجزة مش بتتم إلا إذا جت مصيبة، ففي معجزة بدون مصيبة؟ البلوى، عارفين البلاوي؟ ها؟ حاجة صعبة مستحيلة، بس هو قالها لهم باللفظ ده عشان يخض. فقال مين بقى نفسه تحصل معاه معجزة؟ الأعداد مالها؟ قلت أتاري عندنا فكرة غلط، عايزين معجزات بدون مستحيلات. قول لي جنبك مفيش معجزة بدون مستحيلات. قول لي جنبك كده، ما تبصش عليا، قول لي جنبك. واخواتنا المشاهدين قول لي جنبك لو في حد قاعد معاك، عايز تختبر معجزة يبقى لازم تجوز فين؟ بس الله معايا وسط الألم، وسط هذه المحن الكثيرة، ويخرج منها أمور عظيمة. تريمة دي تريمة جيشي، ها حتى لحنها لحن كده عسكري، فما ينفعش نقولها واحنا قاعدين. الا اللي مش قادر خالص خليك قاعد، قادر اقف معايا وقول ان المكان بالحق فلماذا نزعزع والرب معين. الله قوة لنا وحمانا شديد، فلذا لسنا نجزع والقلب لا يجزع.
صوت عالي معايا ولماذا زعزع والرب هللويا تفضل نرفع قلبنا قدام ربنا في الصلاة بعد الترانيم الجميلة اللي أخويا الغالي إسحاق قادنا فيها. يعني أتمنى وإحنا بنصلي قول لنفسك نفس القرار اللي كنا بنرنمه من لحظات، فلذا لسنا نجزع والقلب لا يفزع ولماذا نزعزع والرب معين. ليك الشكر من كل القلب يا رب من أجل كل ترنيمة وضعتها في أفواهنا. أنا بصلي باسم الرب يسوع تيجي بسلامك على كل قلب مضطرب، تيجي بنعمة خاصة النهاردة على كل واحد خايف، على كل واحد قلقان، والكل يقول لنفسه فلذا لسنا نجزع. نعم يا رب انت معانا، انت سندنا، انت الضمان للحاضر وللمستقبل. بصلي لاخويا اسحاق كل نعمه وكل بركه في كل خدمه يقوم بيها يا سيدنا الرب، نعمه ليه ولكل عيلته يا يسوع. بصلي علشان وقتنا اللي جاي تدينا كلمه بالروح القدس من عندك، ليك كل الاكرام وكل المجد. امين امين. ربنا يباركك أخويا إسحاق جدا جدا، وقت كان مميز قوي قوي. قلت مرة قبل كده وهقول تاني النهاردة إن كل ما أدرس حياة الرسول بولس أحس إن أنا قدام عملاق، مش عايزة كلام، الرسول بولس عملاق بكل معنى الكلمة. يا رب الداتا شو تطلع، طلعي لي كده. اللي يدرس حياة الرسول بولس هقول بعض المعلومات السريعة اللي عايزها تفضل معاكم. كل الدارسين المدققين، أيوة ده العنوان اللي أنا مشغولة أتكلم بيه، هل أدركت غنى النعمة؟ صدقوني وأنا بصلي من أول ما حطيت العنوان ده أقول يا رب الكل الحضور والمشاهدين ندرك غنى نعمة المسيح، فيض النعمة. المهم أرجع للرسول بولس، عملاق المسيحية بلا شك. الرسول بولس الدارس المدقق يعرف أن الرب يسوع اخترق حياته سنة 35 ميلادية.
يوم ما الرب يسوع ظهر لي، حاولوا تحفظوا الكام تاريخ اللي هقوله. يوم ما الرب يسوع ظهر لي وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ ده كان سنة 35 ميلادية. الدارس يعرف ان بعديها مباشرة الرسول بولس راح العربية وقعد 3 سنين، 3 سنين في عزلة، في انفراد، في لقاء خاص مع الرب يسوع. ايه ده؟ مين يتحمل 3 سنين خلوة مع الرب يسوع؟ وكل الدارسين يعرفوا ان الرب يسوع زي ما قلت التقى بيه 35، سنة 45 بدأ الرحلة التبشيرية الأولى. من 45 ل 48، 3 سنين في الرحلة التبشيرية الأولى. وبعدين تقريبا سنة 55 بدأ الرحلة التبشيرية الثانية لمدة سنتين. سنتين في الرحلة التبشيرية، 35 لقاء الرب يسوع، 45 الرحلة الأولى، 50 الرحلة الثانية. من 50 ل 53 الرحلة التبشيرية الثانية. من 53 ل 55 الرحلة التبشيرية الثالثة. وبعدين تم القبض عليه وكان في السجن في قيصرية لمدة سنتين، من 57 ل 59 في السجن في قيصرية تحت المحاكمة. رفع دعواه إلى قيصر، وكان كل هدفه لما رفع دعواه إلى قيصر عايز يروح روما عشان يغير الإمبراطورية الرومانية كلها ويبدأ بالقيادات هناك. راح روما تقريبا سنة 60، ودخل السجن سنتين في روما. في السجن الأول في روما كتب الأربع رسائل اللي كلنا عارفينهم، فاكرين؟ أفسس وكلوسي وفيليبي وفيليمون. وبعدين تم الإفراج عنه تقريبا سنة سنتين، ودخل السجن تاني في روما. في السنتين اللي ما بين السجن الأول والتاني في روما كتب الرسائل الرعوية، تيموثاوس الأولى وتيتوس، كتبهم في الفترة اللي ما بين السجنين. ودخل السجن الأخير 67 قطعت رأسه 67 ميلادية. وفي السجن الثاني كتب تيموثاوس الثانية آخر الرسائل اللي هو كتبها. المهم احنا قدام عملاق، عملاق بكل معنى الكلمة. أنا بقول ده ليه؟ رغم ان بولس عملاق بكل معنى الكلمة، أكتر واحد ذكر تاريخه وماضيه الأسود الرسول بولس. أمر عجيب جدا. شوف احنا قدام عملاق كتب تقريبا تلت العهد الجديد، إلا إن تاريخه الأسود السابق دايما كان يذكره. بصوا معايا أوريكم بعض الحاجات وتأملوا بس. في مثلا في أعمال 8 وآية 3 لوقا اللي بيكتب، ولوقا اللي سجل لينا تاريخ الرسول بولس ورحلات الرسول بولس، وبيكتب بالتأكيد بناء على رغبة الرسول بولس أو عارف إن هو يحب كده. بصوا في أعمال 8، أما شاول فكان يسطو. يسطو، أي واحد يحب إن تاريخ الماضي القديم الأسود يدفن، لكن ده بيذكر. ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. بصوا في أعمال 9، أما شاول فكان ينفث تهددا وقتلا. مين اللي ينفث؟ شايفين التاريخ بيذكر ازاي؟ وبعدين يقول ايه؟ على تلاميذ الرب حتى اذا وجد اناسا من الطريق. عارفين كلمه من الطريق يعني ايه؟ الطريق ده لقب من القاب الكنيسه، التلاميذ في البدايه، رجالا او نساء يسوقهم موثقيا الى اورشليم. بصوا مثلا هو في أعمال 22 بولس واقف قدام الكل، بص يقول ايه؟ أنا رجل يهودي، أنا اختصرت كتير من الآيات علشان بس أوصل المعنى. أنا رجل يهودي اضطهدت هذا الطريق حتى الموت، مقيدا ومسلما إلى السجون رجالا ونساء، كما يشهد لي أيضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة. واقف بكل جرأة بكل شراء ويقول أنا عملت وعملت وعملت. بصوا أعمال 26، واقف قدام أغريباس الملك، بصوا يقول ايه؟ أيها الملك أغريباس، أنا ارتأيت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أمورا كثيرة مضادة لإسم يسوع. حد يعرف يقول الكلام ده؟
بكل قوة، فحبست في سجون كثيرين من القديسين وكانوا يقتلون، وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرة، وكنت أطردهم. عارفين أطردهم يعني هي عملية تهجير، يهجرهم من بلادهم. إيه العنف ده؟ أقول تاني، بيذكر كل تاريخه الأسود السابق. بصوا مثلا في غلاطيا 1:10، فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله. حد يقول عن نفسه كده؟ بإفراط وأتلفها. وبيقول آدي التاريخ بتاع العملاق. أجيب لكم النص ده، ده اللي عايز أتكلم فيه النهاردة، واحد من النصوص اللي ذكر فيه ماضية. بس عايز أقول لكم ليه كان بيذكر ماضية، ليه كان بيذكر بلا مبالغة. الرسول بولس كان بيشعر بفيض النعمة، فيضا بشكل غير عادي. عمر ما ذكر ماضيه وأصيب باليأس. أحيانا لما نذكر الماضي والماضي لما يبقى فيه سواد يحصل لنا إيه؟ لكن بولس كل ما يذكر الماضي قلبه يفيض بالشكر للرب من أجل فيض النعمة. فبصوا للنص ده، ده اللي هقف قدامه النهاردة في تيمساوس الأولى الأصحاح الأول من 12-17، اللي قلت كتبوا ما بين السجنين في روما الأول والتاني. يقول وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي، بصوا الثلاث حاجات اللي بيشكر عليهم عشان عايزين نشكر عليهم النهاردة. 1 قواني، 2 حسبني أمينا، 3 جعلني للخدمة. شايفين الثلاث حاجات دول؟ يقول قواني، حسبني أمينا، جعلني للخدمة. أنا الذي كنت قبلا، ويحط ثلاث حاجات. شايفين كان إيه قبلا؟ يقول مجدفا ومضطهدا ومفتريا، ولكنني رحمت لأني فعلت بجهل في عدم إيمان. يكمل ويقول وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. صادقة هي الكلمة، مستحقة كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة. شايفين يقول عن نفسه إيه؟ الذين أولهم أنا، وبيقول ده بكل فخر. يكمل ويقول لكنني لهذا رحمت ليظهر يسوع المسيح فيا أنا أولا كل أنات، مثالا للعتدين أن يؤمنوا به للحياة الأبدية. وملك الظهور الذي لا يفنى ولا يرى، الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور، آمين. سؤالي اللي مشغول أتكلم فيه النهاردة، ليه الرسول بولس العملاق اللي قدامنا كان كل شوية يذكر الماضي ويذكر اللي عمله في الماضي من اضطهاد ومن قتل ومن غيره ومن غيره؟ ليه؟ لقيت 5 حاجات، 5 حاجات عايز أشارك بيها النهاردة، وأتمنى تفضل معانا. أول حاجة بلا مبالغة بقول كده، إن بولس تذكره للماضي كان بيحميه من الكبرياء الروحية. أقول تاني جملة قلتها من شوية، عمر ما تذكره للماضي أصابه باليأس أو أصابه بالاكتئاب، لكن كل مرة يذكر الماضي واللي عمله في الماضي كان قلبه بيفيض بالشكر. ليه؟ عشان غنى النعمة. أنا الذي كنت قبلا مجدفا مضطهدا مفتريا. فأنا بقول يذكر الماضي باستمرار بيحميه. عمر ما الرسول بولس تكبر، عمر ما الرسول بولس نسب الفضل لنفسه، عمره ما لمح إن هو اختار الرب يسوع، لكن الرب هو اللي اختاره. مين اللي اقتحم حياته؟ يسوع. مين اللي ظهر له وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ بولس كان شاعر بفيض النعمة بشكل غير عادي. صدقوني بتذكر قصة كتبت عن مودي، رجل الله، رجل النهضات. يقال ان مودي في يوم كان خارج من الاجتماع
بعد ما وعظ وتلاميذه خارجين معاه وهو خارج. الكلام ده في شيكاغو وانتوا عارفين او تاريخ شيكاغو. المهم وهو خارج شايفين لص مجرم وباين انه كان مجرم صعب جدا والشرطة بتقبض عليه وبتحط السلاسل في ايديه وكل تلاميذ مودي بيبصوا كده للمجرم المجرم الشرير إلى آخره وشايفين مودي بيبص بنوع من العطف والشفقة وبعدين بص لتلاميذه عارفين قال لهم ايه؟ قال لهم لولا نعمة المسيح كنت أنا أكون أسوأ من الراجل ده. شوفوا النظرة. بولس كل ما يفتكر اللي عمله بيتضع بيرجع الفضل دايما وباستمرار لنعمة المسيح. فذكره للماضي كان بيقوده ويحميه إلى الاتضاع الروحي. يبص لكل إنسان مهما كان شره مهما كانت وحشته يبص له بقول تاني بعطف بشفقة. سؤالي بنبص لأي واحد بعيد عن الرب بأي نظرة؟ بنبص لأي مجرم بأي نظرة؟ أتمنى من كل قلبي تشكر ربنا بس عن النعمة اللي غمرتك وتقول له يا رب ساعدني أوصل له النور يا رب ساعدني أمسك بإيده. اوعى تبص بتعالي. لو سمعت عن إنسان سرق لو سمعت عن إنسان كذب لو سمعت عن إنسان نصاب أمام الرب يسوع بقول ده من قلبي أشكر ربنا على فيض النعمة اللي غمرتك لأن كان ممكن نكون أسوأ وأنجس من أي إنسان وقول يا رب اديني نعمة أعرف أوصل له نورك اديني نعمة أمسك بإيده اديني نعمة أعمل حاجة. جون نيوتن اللي يعرف تاريخ الراجل ده الراجل ده أغنى الترنيمة. الراجل ده كتب أكتر من 70 ترنيمة منهم ترنيمة النعمة العجيبة اللي كلنا بنحبها. تخيلوا الراجل ده كان تاجر للعبيد وتحول بعد كده إلى رجل مكرس لخدمة المسيح وهو اللي ساهم في تحرير العبيد. كتب يقول إيه؟ جون نيوتن ساقط وكافر في وقت ما لكنه برحمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح حفظ من الهلاك أعيد إلى البر صفح عنه عين ليبشر بالإيمان الذي جاهد كثيرا للقضاء عليه. شايفين بيرجع الفضل لمين؟ ارجع الفضل للنعمة. اوعى تتعالى اوعى تتكبر روحيا. كل النعمة. شوفوا الرسول بولس في بداية حياته عمر ما تكبر. في سنة 57 وبيكتب كورنثوس الأولى قال لي أني أصغر الرسل. بعدها بشوية 62 هو بيكتب أفسس قال أنا أصغر جميع القديسين. لكن وهو بين السجنين سنة 65 يقول الخطاة الذين أولهم أنا. واخدين بالكم من التدرج؟ واخدين بالكم كل ما الإنسان يكبر روحيا بيحصل له إيه؟ قل له اديني اتضاع. أنقل اتنين بسرعة. تذكروا للماضي كان بيقودوا للشكر. وأنا هرجع للحاجات اللي قلت عايزين نشكر عليهم. يقول وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا. ثلاث حاجات. واحد الذي قواني. اثنين حسبني أمينا. عايزكم تفكروا بس. حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة. كلام مسيحي. أنا وقفت كتير قدام الثلاث كلمات دول. أول جملة لما يقول قواني. ايه معنى كلمة قواني؟ في اللغة اليونانية هي جاية بالضبط كده وهبني قوته. اقول تاني وهبني قوته. يعني ايه اواني؟ اواني على ايه؟ اواني على مين؟ بلا مبالغة تحمل معنيين كبار. المعنى الاول قواني على نفسي وكأن بيقول انا كنت مندفع في طريق تدمير نفسي. مش بس تدمير الكنيسة مش بس قتل المؤمنين ده أنا مندفع في طيار عشان بدمر نفسي. لكن يسوع أواني. يسوع استوقفني. يسوع أواني على دوافعي على غرائزي. يسوع بنعمته نور عقلي ونور قلبي ومسكني عن إني أدمر نفسي. ولما يقول قواني في معنى تاني إن أواني علشان أتمم المهمة اللي هو طلبها مني
أقول تاني، أواني على نفسي، غرائزي، دوافعي، وأواني أتمم الإرسالية اللي طلبها مني. مين يقول له النهاردة أويني يا رب، اديني قوتك يا رب. كلام مسيحي، وهفضل أقول ده، دايرة الجهاد الأولى لكل واحد فينا مع نفسه، مع نفسه. مين يقول له أويني على نفسي، أويني على أنانيتي، أويني على غرائزي. كل حد فينا مليانين غرائز وضعفات، فيقول قواني. وبعدين حسبني أمينا. عارفين حسبني أمينا؟ في بعض الترجمات استأمني. عارفين استأمني؟ جعلني جديرا بالثقة. في ترجمات تانية أنا جدير بثقته، ده هو وثق فيا، فيقول أواني، وثق فيا، ائتمني. تلاتة، عيني للخدمة، اختارني للخدمة، دعاني للخدمة. مين أنا؟ مين أنا؟ أخدهم كده أوريكم ومر بس بسرعة. بصوا في ترجمة كتاب الحياة، كما أشكر المسيح يسوع ربنا، بصوا يقول إيه؟ أعطاني القدرة. اتنين، عينني خادما له. تلاتة، اعتبرني جديرا بالثقة. يسوع بيثق فينا. إيه الفضل ده؟ إيه البركة دي؟ أنت يا يسوع بتثق فينا؟ أنت يا رب بتأتمنا؟ قلتلكوا التلات أمور، قواني على نفسي، قواني أتمم الإرسالية اللي طلبها مني. لكن لما يقول دي ترجمة، He trusted me، تخيلوا، وثق فيا، بيثق. أنا أصبحت أهلا للثقة. تخيلوا لما نقرأ في أعمال تسعة، بصوا بس في أعمال تسعة، ويقول ائتمني. أعمال تسعة يظهر لحنانيا ويقول له إيه؟ قم اذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم، أطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول، لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك. أنا بتخيل نفسي مكان شاول. شاول الكلام ده إمتى بيقوله له الرب؟ ده الكلام ده بيقوله له أيام حناني، أيام ما بولس كان شبه أعمى مش بيشوف، يعني لحظة ما وقع في الطريق وخدوه للزقاق، زقاق المستقيم، ويجي الرب يقول لحنانيا روح قول له الكلام ده، روح صلي علشان يبدأ يشوف، ويقول لأن هذا لي إناء مختار. لو أنا مكان شاول، أنا اختارني عشان أقف قدام ملوك وقدام الرؤساء، ده مين أنا علشان يأتمني؟ أقول الصدق إن ائتمن كل واحدة وكل واحد فينا. قل له أشكرك لأنك ائتمنتني. مين يقول له فوقني، قومني؟ يا جماعة الكنيسة مسؤولة تقدم إنجيل المسيح لكل الدنيا. أمام ربنا بقول للكل، المؤمن اللي مليه خدمة مؤمن نايم. كل واحد فينا يقول له أشكرك لأنك ائتمنتني. فأدي الكلام اللي بيقول. بصوا في غلاطية، غلاطية آيات عجيبة. بصوا لما بقول، أقول تاني، هو يقول وأنا أشكر المسيح يسوع أواني، ائتمنني، حسبني أمينا، دعاني للخدمة. بصوا في غلاطية واحد يقول إيه؟ وأعرفكم أيها الإخوة الإنجيل الذي بشرت به، أنه ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته، بصوا الكلام ده، بل بإعلان يسوع المسيح. إعلان يسوع المسيح، شايفينه ليه؟ ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته. شايفين كلمات بولس؟ أول تاني، بولس قلبه بيفيض بالشكر، بيذكر ماضيه الأسود، وقلبه يفيض بالشكر. أنا اللي اضطهدت، اللي دمرت، اللي كنت مفتري، اللي كنت، يجي يسوع يقويني ويأتمني ويدعيني لخدمته، جعلني للخدمة. مين يقول له ما تدنيش يوم من غير خدمة؟
مين النهاردة ملوش خدمة ويقول له رب عايز يكون ليا خدمة؟ أرجوك في اسم يسوع ما تعيش باقي عمرك من غير خدمة. كلام مسيحي بقول للكل، يسوع عايزنا كلنا خدام ليه. تلاتة، بيذكر ماضيه عشان يعلن عن عظمة نعمة المسيح. عظمة على رأي لاهوتي قال زمان إن كل خاطي هو نصب تذكاري لنعمة المسيح. ويمكن حكيت لكم زمان عن الخادم اللي كان رايح نهضة، وهو رايح نهضة راح واحد سلمه جواب وهو داخل النهضة، وفي الجواب ده كتب له عامل لي قديس وبتعمل وبتوقف توعظ وتصلي، ده انت عملت وعملت وعملت، واداله الجواب ده. الراجل طلع كده ومد عضيف في نهضة، وده طبعا واحد قاسي، واداله الجواب. والراجل قاعد وقت التسبيح فتح الجواب فكر فيه جواب شكر، ولقى انت وانت 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 وعملت. فالراجل قبل الخدمة مباشرة قال لهم على فكرة، وانا داخل حد اداني الجواب ده وانا عايز اقراه لكم عشان تعرفوا انا كنت ايه. واللي كاتبه الراجل ده صح، يسوع غمرنا بفيض نعمته، وكل ما تذكر فيض نعمته انت بتشاور عليه وتشاور للناس على فيض نعمته. بصوا يا امي كده، انا الذي كنت قبلا كنت ايه؟ مجدفا، مضطهدا، مفتريا، في بعض الترجمات مفتريا، وقحا. تخيلوا، انا اللي كنت وقح، انا اللي كنت مفتري. عارفين مفتري يعني ايه؟ يعني بدبر المؤامرات، افتراء على القديسين عشان أسوقهم للسجن، عشان أسوقهم للموت إلى آخره. فيقول ولكني رحمت. طيب بصوا يكمل يقولي وهو بيشاور على نعمة المسيح، بس الآية دي فيها حتة صعبة أحاول أفكها. يقول وتفاضلت نعمة ربنا جدا. وتفاضلت، الكلمة دي ما جاتش غير مرة واحدة في العهد الجديد في المكان ده. تفاضلت بتشير إلى إناء مليان وبيفيض، إناء أقول تاني مليان وبيفيض. لما يقول وتفاضلت، هي في أدق الترجمات وأبسطها إن نعمة المسيح فاضت عليا، نعمة المسيح فاضت في حياتي. بصوا كده، اللي يقراها هنا ما يعرفش تفاضلت ايه. تفاضلت نعمة ربنا جدا، لكن المفروض تفاضلت علي نعمة ربنا جدا. طب لما يقول مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع، يقصد ايه؟ يقصد ايه تفاضلت؟ تفاضلت قلنا فاضت نعمة ربنا يسوع المسيح علي جدا. لما يقول مع الإيمان والمحبة، معظم الترجمات جاية بمعنى إن فاضت في حياتي نعمة ربنا، وجاي معاها فيض من الإيمان وفيض من المحبة. يسوع ملأ قلبي بفيض من الإيمان والمحبة مع النعمة الغامرة اللي غمرتني. إلا إن لاهوتي قال طبعا ده ما يبانش أبدا في الترجمات، هو نوع من التفسير اللي هو فسره. يقول وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة اللي كأن شافهم من القديسين، اللي شافهم مع حد زي حنانيا، مع حد زي برنابة، اللي مسكوا إيديه وشجعوه. الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع في الإخوة دول. لكن طبعا من وجهة نظري الأدق، الإيمان والمحبة اللي يسوع غمر حياته بيهم مع النعمة. أقول تاني، بولس بيذكر كل ماضيه الأسود عشان يشاور على نعمة المسيح. ترجمة كتاب الحياة، بصوا يقول في ترجمة كتاب الحياة، إلا أن نعمة ربنا قد فاضت علي فوق كل حد. شايفين؟ فاضت علي فوق كل حد. ومعها، مع النعمة دي، مع النعمة دي ايه؟ فيض من الإيمان والمحبة، وذلك في المسيح يسوع. أجل الحاجة اللي بعد كده عشان وقتنا. أجل أربعة، بيذكر ماضيه عشان يقدم نفسه مثالا لكل غارق في الخطية، لكل يأسان من نفسه، لكل واحد مش عايز يقوم أمام يسوع، عايز صوت يوصل لكل الدنيا. يلي يأسان من نفسك
يسوع بيحرر. يلي غارق في الخطية ومش قادر تقوم، يسوع بيحرر. فشوفوا الرسول بولس يقول ايه، ولكنني لهذا رحمت. بصوا الكلمات، ليسخر يسوع المسيح فيا انا اولا، انا اولا كل انات، واخدين بالكم المعنى، كل انات مثالا مثالا مثالا. جايه في الاصل بمعنى، عارفين نموذج الاجابه، النموذج مثالا للعتيدين ان يؤمنوا به للحياه الابديه. بولس امال يذكر الماضي الاسود عشان يقدم نفسه، يأسن من نفسك، يسوع خلصني، انت بتعمل وبتعمل، انا قتلت، انا دمرت، انا بديت، انا عملت وعملت. عشان كده بيقدم نفسه مثالا. طبعا في ترجمة كتاب الحياة، بصوا الترجمة، ولكن لهذا السبب عملت بالرحمة ليجعل يسوع المسيح مني أنا أولا، شوفوا إيه، مثالا يظهر صبره الطويل. كلام مسيحي بقول تاني، مش عايز حد يزعل مني، يا كل شرير بترتكب الشر في السر بذكاء شديد ومحدش شايفك ولا عارف، ويمكن بيشكروك على بعض الأمور الخيرية اللي بتعملها. في حد يعمل أمور خيرية؟ لكن بتعمل الشر. يسوع كاشف وعارف وصابر، وإن لم تتب في يوم للدينونة، ويوم قاسي جدا، ويوم غضب. ونحن لا نؤمن بميزان الحسنات والسيئات، وأنا شفت الكنائس مليانة باللي عايز يزود ميزان حسناته، فيجي يصلي عشان ميزان الحسنات يزيد شوية، يحط تقديم عشان ميزان الحسنات. لابد أن أكون أمينا في السر والعلن، أعيش بقداسة كاملة قدام الرب. يقولي يظهر صبره الطويل، لكن بعد الصبر فيه يقول تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب، لجميع الذين سيؤمنون به لنوال الحياة. أقول تاني، بولس كان بيقدم نفسه نموذج، لكن طبعا القديس يوحنا فم الذهب، وأغسطينوس قال نفس الكلام، قال رحم حتى لا ييأس أي خاطئ من نوال الرحمة. أغسطينوس بيقول اتأملوا في خطايا شاول وشوفوا الرب غفر ايه، وده يدي أمل لكل إنسان. طيب أختم بالحاجة الخامسة والأخيرة وأقول، رغم أن بولس كان مال يتغنى بالنعمة، لكن النعمة ما تعلمش الكسل ولا السلبية. فبعد ما يقول كده، قلت بيذكر الماضي عشان يشجعنا على بذل أقصى مجهود. مش هو نال الخلاص بالنعمة؟ مش قال متبررين مجانا هو دفع أي شيء؟ مش قال بالنعمة أنتم مخلصون؟ مش بولس اللي كان بيتغنى بالنعمة طول التاريخ؟ اللي إن عايز يقول النعمة مكلفة، والنعمة الدفع فيها أكبر ثمن، والنعمة لا تدعونا للكسل أو السلبية. وهقول للكل، سنكافئ عن كل أعمال الإيمان اللي بنقوم بيها. فبصوا بعد ما قال الترنيمة دي اللي فيها قلبه بيفيض بالشكر، بصوا بس الكلمات دي اللي بيقولها على طول، الآية اللي بعديها يكمل تيموثاوس، هذه الوصية أيها الإبن تيموثاوس أستودعك إياها حسب النبوات. على طول آية 18 يقول إيه؟ التي سبقت عليك لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة. تخيلوا بعد ما بيتغنى بفيض النعمة، طب إيه ده؟ أنا مش بالنعمة أخلص؟ بالنعمة، لكن النعمة مش معناها أقول تاني السلبية أو الكسل أبدا. فيقول له لكي تحارب أمام الرب، الكلمات دي لكي تحارب المحاربة الحسنة هي في اليونانية تعبيرات عسكرية، أقول تاني تعبيرات عسكرية، وبيتكلم بالاختصار عن الحرب الروحية، وبيقول إحنا في حرب، وبالرغم إن أنا خلصت بالنعمة وهدخل السماء بالنعمة، لكننا في حرب روحية. وحرب روحية معناها إيه؟ أقول يا رب خليني مفتح عيني اليوم كله، واخد بالي من كلماتي، واخد بالي من نظراتي، واخد بالي من تصرفاتي، ما فوتش يوم من غير ما أقعد قدامك، ما فوتش يوم من غير ما أدرس كلمتك، ما فوتش يوم من غير ما أجاهد مع نفسي أعيش الكلمة وأعيش بحسب الحق الكتابي.
بصوا الكلمات دي في ترجمة تانية، يقول هذه التوصيات يا تيموثاوس ولدي أسلمها لك بمقتضى النبوات السابقة المختصة بك، وغايتي أن تحسن الجهاد في حربك الروحية. طب لما يقول المحاربة الحسنة، ليه سماها المحاربة الحسنة؟ وأنا بقول تاني، ما عندناش حرب مع البشر، ما عندناش حرب مع الناس، حربنا حرب روحية، حربنا مع غرائزنا ودوافعنا الأنانية اللي جوانا، حربنا مع إبليس. ما عندناش حرب مع الناس، مع الناس من لطمك على خدك الأيمن، مع الناس من أراد أن يخاصمك، دي علاقتنا بالناس، لكن حربنا حرب روحية. طب ليه بيقول له حارب المحاربة الحسنة؟ إيه اللي يقصده بحارب؟ ليه وليه سماها حسنة؟ أولا لما يقول له حارب المحاربة الحسنة، لأنها ضد الضلال، لأنها ضد الباطل. لما يقول له حارب المحاربة الحسنة، يعني بعقل مليان بالحق، بعقل مليان بحكمة المسيح. عارفين كتاب اختار حروبك؟ في ناس بتحارب حروب للأسف تافهة، في ناس بتضيع عمرها في حروب فاضية فاضية. لكن اختار معاركك، معاركك لأجل الملكوت، معاركك الحقيقية مع نفسك، معاركك الحقيقية عشان تتغير إلى شبه المسيح. تافه اللي بيضيع عمره في معارك لأجل نفسه، ومال يدافع عن سمعته أو يحسن في صورته، وكل حربه علشان صورته وعلشان شكله. حارب لأجل الملكوت، حارب لأجل عمل المسيح. حربنا الحقيقية سماها الجهاد الحسن. ليه الجهاد الحسن؟ لأن رئيس جندنا أصلا حسن، اللي بيحارب فينا ويحارب معنا ويحارب لأجلنا رب الجنود يسوع المسيح الله محبة، هو ده اللي بيحارب فينا ويحارب معنا. مين يقول له عايز أحارب حربك يا رب؟ وأقول تاني بأعلى صوت، ما عندناش حرب مع البشر، ما عندناش حرب بسلاح، لكن أحارب حربك أي أربح نفوس، أكون مؤثر في الناس اللي حواليا، يكون لي دور اللي بيملاني نعمتك، اللي مالين روحك، اللي بيحركني هو شخصك. هي دي الحرب اللي مطلوبة منا. علشان وقتنا أسيب الخمس حاجات معاكم، أخليهم كده قدامكم اتأملوا فيهم. بولس العملاق الكبير اللي كتب تقريبا تلت العهد الجديد، يذكر وبلا خجل أنا اللي كنت قبلا مجدفا مضطهدا مفتريا، يقول الخطاة الذين أولهم أنا، يقول اضطهدت كنيسة الله بإفراط، وما عندوش أي مشكلة وبيذكر كل الماضي. واحد ده بيحميه من الكبرياء الروحية، لا يتكبر على أحد، ما إلا فيض النعمة هو اللي مالك قلبه ومالك حياته. بيذكر ماضيه عشان يشكر النعمة اللي وقفته عن إن يدمر نفسه أمام يسوع. أقول لكل إنسان بعيد عن ربنا، أنت بتدمر نفسك، أنت بترفص مناخس، اللي مش ماشي في سكة الرب ولا مشيئة الرب ماشي في سكة تدمير الذات. فبقول تاني بيشكر، قواني ائتمنني، شايفين يقول حسبني أمينا، أنا اللي كنت وكنت حسبني أمينا ودعاني لخدمته. تلاتة يعلن عن عظمة النعمة، عظمة النعمة، يشاور على يسوع، النعمة هي اللي غيرتني، النعمة هي اللي جذبتني. أربعة عشان يقدم نفسه مثال، يا كل إنسان بعيد عن ربنا بيقول كده يسوع حررني، يسوع خلصني، عشان يشجعنا على بذل أقصى مجهود. خلصني بالنعمة، لكن وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا من أجله. أخويا إسحاق تعال ناخد ترنيمة نصلي بيها، نفسي نقول له كده لولا النعمة، صدقوني لولا النعمة، لولا النعمة أقول الصدق في المسيح. ويا ما حكيت الحكاية دي، إن لاهوت كبير كتب كتب كتيرة جدا، وبيقول لتلاميذه وهو في أواخر أيامه، يقول لهم عارفين لما ترمي طوبة في البحر وتشوف الدواير كده لما ترمي الطوبة، يقول لهم كأن دلوقتي كل كتبي كل عظاتي
كل اللي عملته بيترمي قدامي في بحر وشايف الدوائر وماسك فقط في النعمة، في النعمة. ولولا النعمة ما كنت أشوفك، لولا النعمة ما كناش هنبقى هنا النهاردة، لولا النعمة ما هتبقى لينا حياة أبدية. استنادنا واعتمادنا الكامل الوحيد على النعمة. تعالوا نقف ونرنم مع أخويا إسحاق الكلمات دي ونصلي بيها. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في السماء. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فاتتني بسفكي دماك. لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في السماء. أنا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفكي دماغ. ما تنساش أصلي كنت أنا عاصي، كل أيامي كل معاصي، ضربة طرية كل كاني من رجلي لامت راسي. اللحظات دي واحنا بنصلي، اول حاجه ربنا شغلني بيها عايز اقول لكل واحده ولكل واحد، افتكر حد لسه ما غمرتوش نعمه المسيح وصلي له. هل ممكن في اللحظات دي نطلع من انفسنا وفكر في حد كده بعيد عن دايره النعمه وقول له رب اصلي من كل قلبي ان نعمتك تخترق حياته النهارده، وقول له رب امسك بايدي وساعدني اوصل له نور نعمتك واكون بركه في سكته ان اكسبه ليك. ارجوك ارجوك اوعى تفوت الفرصه، سواء من دايره عيلتك او بره العيله، قول له رب ساعدني ساعدني اوصل نور نعمتك لفلان، واذكر فلان او فلانه بالاسم، وقول له رب انت اللي تخترقه. ياللي في يوم اخترقت حياه شاول، انت اللي ظهرت له وقلت له شاول صعب عليك ان ترفس مناخس، قول له استخدمني في حياه فلان يا رب.
الطلبة التانية اللي نفسي كلنا نصليها، قل له أنا محتاج غمر جديد من نعمتك النهاردة عشان أكمل الرحلة. صدقوني أنا بقول عن نفسي محتاجين غمر جديد من نعمتك النهاردة يا رب. قدامنا صعوبات كتيرة، قدامنا تحديات كتيرة، عايزين فيض جديد من النعمة باسم يسوع يرفعنا، يرفعنا فوق كل ضعف، يرفعنا فوق كل تحدي، ندوس على كل الصعاب اللي واقفة قدامي. قل له فيض جديد. الرسول بولس قال لتيمساوس فتقوى أنت يا ابني بالنعمة، بالنعمة. قل له مع كل يوم جديد عايز غمر جديد من نعمتك يا رب. يا رب ليك الشكر من كل القلب لأنك إله كل نعمة. أنت مش بس إله النعمة المخلصة ولا النعمة المحررة، لكن أنت إله النعمة المرافقة الملازمة لنا في كل يوم من أيام حياتنا. أتضرع إليك يا رب دفعة جديدة بالنعمة لنا كلنا النهاردة، غمر جديد وفيض جديد بالنعمة لنا كلنا النهاردة. أصلي من كل قلبي الكل يخرج من المكان ده أو اللي بيشوفونا يرفع راسه ويحط إيده في إيدك ويقول إله النعمة ماسك بإيدي، إله النعمة ماشي معايا، إله النعمة مكمل الرحلة لغاية لما أوصل عنده. وساعدنا، ساعدنا علشان نوصل نعمتك لكل حد نعرفه بعيد عنك. استخدمنا بركة لكل الدوائر المحيطة بينا يا سيدنا الرب. ليك كل الإكرام وكل المجد. آمين.